السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيب طلاب الصف الرابع. إن شاء الله عندنا النهاردة مراجعة الامتحان على مادة العلوم ترم أول 2023 على مقرر شهر أكتوبر، وإن شاء الله الامتحان هيكون على المفهوم الأول والثاني. يا ريت السنة الرابعة لو أول مرة تشوف قناتي تشترك فيها وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وتعمل لايك للفيديو. يلا بينا يا سنة رابعة نشوف المراجعة بتاعتنا. عندنا السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة. رقم واحد، إغلاق عينيك بشكل تلقائي عند اضطراب جسم منها يسمى رد الفعل المنعكس، الخوف، التردد، التوتر. طبعا الفعل المنعكس، رد الفعل المنعكس. رقم اتنين، كل مما يلي من مكونات الجهاز العصبي للإنسان ما عدا المخ، الرئتين، الحبل الشوكي. طبعا ايه؟ الرئتين. رقم ثلاثة، الاستجابة للمثيرات البصرية نقط من الاستجابة للمثيرات السمعية، أبطأ ولا أسرع؟ والألف وباء معا. طبعا ايه؟ الاستجابة للمثيرات البصرية أسرع من ايه؟ الاستجابة للمثيرات السمعية. رقم أربعة، قال لي الوقت الذي يستغرقه الجسم لتلقي المعلومات من البيئة، رد الفعل المنعكس، زمن الاستجابة، الاستشعار عن بعد. طبعا ايه؟ زمن الاستجابة. رقم خمسة، تنمو نقط في بيئة باردة وتتميز بفروعها القصيرة على شكل مثلث وتمتلك أشواك بدلا من الأوراق، شجرة الصنوبر ولا شجرة المنجروف ولا شجرة التين الشوكي؟ طبعا شجرة الصنوبر. ستة، أثناء عملية الهضم يتحول الطعام للصورة السائلة في الفم ولا المعدة ولا الأمعاء الدقيقة؟ طبعا إيه؟ في المعدة. رقم سبعة، تشمل عمليات التكيف التغيرات التي نقت في البيئة تقلل فرص البقاء على قيد الحياة، ولا بتقلل العمر الافتراضي للأفراد، ولا بتحسن بقاء الأنواع؟ طبعا بتحسن بقاء الأنواع. رقم ثمانية، ماذا يحدث للكائنات الحية التي لا يمكنها التكيف مع بيئتها؟ الهجرة، الانقراض، جميع ما سبق. طبعا جميع ما سبق. رقم تسعة، عندما تجد حرباء النمر نفسها في خطر بتقوم بنقط لإخافة عدوها. واحد أو ألف، نفخ جسمها بالهواء لتبدو أكبر، بتفتح فمها واسعا. جميع ما سبق. طبعا بتعمل إيه؟ جميع ما سبق. رقم عشرة، تغير الخصائص الجسدية للكائن الحالي يتكيف بشكل أفضل مع ظروف البيئة المحيطة به يعرف به التكيف السلوكي ولا التكيف التركيبي ولا التخفي؟ طبعا التكيف التركيبي. السؤال رقم 11، للتكيف التركيبي الذي يساعد الكائن الحي على البقاء إذا أصبح الطقس بارد هو لون الفراء ولا كثافة الفراء ولا التخفي؟ طبعا كثافة الفراء. 12، قال التكيف يساعد الحيوان على الهروب من الأعداء والحصول على الغذاء، الانقراض ولا الهروب ولا التخفي؟ طبعا التخفي. رقم 13، قال لي هو تكيف تركيبي لثعلب الفنك يساعده على فقد الحرارة لتبريد جسده، الأذن الطويلة ولا الفراء الكثيف ولا الساق القصيرة؟ طبعا الأذن ايه؟ الطويلة. رقم 14، أي مما يلي يعتبر تكيف سلوكي لحرباء النمر؟ تغير لون حراشيفها ولا ألوانها الزاهية ولا عينان تتحركان في اتجاهات مختلفة؟ طبعا تغير لون حراشيفها. رقم 15، التكيفات التركيبية في شجرة الصنت التي تساعدها على التكيف على ندرة المياه هي الأوراق الصغيرة، الجذور الوتدية ولا جميع ما سبق؟ طبعا الجميع، جميع ما سبق. رقم 16، يغطي جسم الثعلب القطبي وبر كثيف، فراء كثيف، جلد كثيف. طبعا فراء كثيف. رقم 17، تتكيف شجرة الكابوك على الثبات في التربة الطينية الرطبة باعتمادها على الجذور الداعمة التي تنمو الأعلى ولا الجذور الوتدية ولا حجم أو ورقة؟ طبعا الجذور الداعمة التي تنمو لأعلى. 18،
قال النباتات التي تعيش في البيئات شديدة الجفاف تحتاج إلى مغط لكي تستطيع التكيف على قلة وجود المياه، جذور وتدية، أوراق عريضة، أغصان طويلة. طبعا جذور وتدية. رقم 19، الأسماك تشبه الإنسان في كل منهما يتنفس باستخدام الرئتين، كل منهما يستنشق ثاني أكسيد الكربون، كل منهم يستنشق غاز الأكسجين. طبعا كل منهما يستنشق غاز الأكسجين. رقم 20، يحتاج جسمك للطاقة من الطعام لكي يقوم بوظائف الخارجية كالمشي والجري. يساعد الأجهزة على القيام بوظائفها. جميع ما سبق، طبعا جميع ما سبق. رقم 21، سمعت صوت الإناء الذي وقع في المطبخ، لأن العضو المسؤول عن معالجة المعلومات هو المخ ولا الأذن ولا العين؟ طبعا هو المخ. رقم 22، مجموعة من الأعضاء المسؤولة عن جمع واستقبال المعلومات من البيئة المحيطة هي أعضاء الاستجابة، أعضاء الحس، الجهاز العصبي. طبعا هي أعضاء الحس. رقم 23، يعتبر نقط عضو التحكم في الجسم، القلب، المخ، الدم. طبعا عضو المخ. رقم 24، يمتلك البوم وجه يشبه المثلث ولا المربع ولا الوعاء؟ طبعا شكله يشبه الوعاء. رقم 25، كل مما يلي من مكونات الجهاز التنفسي للإنسان ما عدا الأنف، الجلد، الرئتين. طبعا ما عدا الجلد. 26، يعتبر الجلد من أعضاء الجهاز التنفسي في البرمائيات، الجلد، الأسماك. طبعا في البرمائيات. رقم 27، إذا تم نقل سحلية الصحراء إلى بيئة باردة سوف تتوقف عن البحث عن الظل، البحث عن الماء في الظلام، الأكل. طبعا البحث عن الظل. رقم 28، عندما تقف حرباء النمر وسط أوراق الشجر يتغير لون حراشيفها إلى الأبيض ولا الأخضر ولا الأسود؟ طبعا إلى اللون الأخضر. رقم 29، إذا نما نبات ما في صحراء جافة فإنه يحتاج إلى يتكيف للحصول على الماء، فروع طويلة، أوراق عريضة، جذور طويلة. طبعا يحتاج إلى جذور طويلة. رقم 30، قال للنبات ذو الأوراق الصغيرة والجذور الطويلة يناسبه الصحراء، البحار، الغابات المطيرة. طبعا أوراق صغيرة وجذور طويلة طبعا بيناسبه الصحراء. رقم 31، تفرغات داخل الرئة تشبه أغصان الشجر هي الحجاب الحاجز ولا القصبة الهوائية ولا شعيبات الهوائية؟ طبعا الشعيبات الهوائية. رقم 32، نقط هي خاصية تمتلكها الكائنات الحية لتساعدها على البقاء، التكيف ولا الانقراض ولا الهجرة؟ طبعا التكيف. رقم 33، من التكيفات التركيبية التي تساعد الكائن الحي على البقاء في بيئته هي تناول جميع أنواع الغذاء، الانقراض ولا الأذن الطويلة؟ طبعا الأذن الطويلة. رقم 34، تخزن شجرة نقط الماء في جذوعها لكم كما تخزن الجمال الماء في كما تخزن الجمال الماء في سنامها، مما يساعدها على تحمل قلة المياه في غابات السافانا. شجرة الصنت ولا الكابوك ولا الصبار؟ طبعا شجرة الصنت. رقم 35، جزء من الجهاز الهضمي تصب فيه عصيرتين ويتحول فيها الطعام إلى عناصر غذائية هو المعدة ولا الأمعاء الدقيقة ولا الأمعاء الغليظة؟ طبعا الأمعاء الدقيقة. رقم 36، من التغيرات الطبيعية التي تطرا على النظام البيئي حرائق الغابات والفيضانات، تغير كمية الأمطار. جميع ما سبق، طبعا جميع ما سبق. رقم 37، قال لماذا يحدث الكائنات الحية التي يمكنها التكيف مع ظروف بيئتها يزداد عددها، يبقى عددها ثابت، يمكنها الاستمرار في البيئة؟ طبعا يمكنها الاستمرار في البيئة. 38، الحيوانات التي تعيش في الصحاري الحارة تحافظ على برودة جسمها عن طريق التخفي ولا الهجرة ولا البحث عن أماكن الظل؟ طبعا البحث عن أماكن
الظل. 39 النباتات التي تعيش في البيئة الصحراوية الجافة تتميز بامتلاكها أوراق عريضة وجذور سميكة، ولا أوراق عريضة وجذور طويلة، ولا أوراق صغيرة وجذور سميكة. طبعا أوراق صغيرة وجذور سميكة. 40 الفائدة الرئيسية للجهاز الهضمي هي ابتلاع الطعام، تفتيت الطعام وتحويله إلى عناصر غذائية، تحريك الطعام، طبعا تفتيت الطعام وتحويله إلى عناصر غذائية. 41 إدخال أنواع جديدة من الحيوانات والنباتات والأمراض على البيئة، تلك التغيرات تعتبر أنشطة بشرية ولا تغيرات طبيعية ولا انقراض؟ طبعا أنشطة بشرية. 42 تخيل أنك تلمس مكعب ثلج بأصابعك، هل تعلم أين تتم معالجة المعلومات التي تخبرك أنه بارد؟ الأعصاب، الحبل الشوكي، المخ، طبعا عن طريق المخ. رقم 43 حاسة نقط تساعد الدلافين على تحديد موقع الفرائس من حولها، البصر، السمع، الشم، طبعا حاسة السمع. رقم 44 العضو المسؤول عن حاسة البصر هو الأذن ولا العين ولا الأنف؟ طبعا حاسة البصر يبقى العين. رقم 45 تعتمد الثعابين على نقط لتتمكن من صيد فرائسها، صدى الصوت، حاسة البصر الفائقة، الإحساس بالحرارة، طبعا عن طريق الإحساس بالحرارة. رقم 46 يتكون الجهاز العصبي للثدييات مثل الكلاب من المخ والحبل الشوكي فقط، الأعصاب فقط، ولا جميع ما سبق؟ طبعا جميع ما سبق. رقم 47 حيوان يستطيع الهروب من الأعداء بسبب طول رجله الخلفية هو اليربوع ولا الثعلب القطبي ولا البطريق؟ طبعا رجل طويلة الخلفية، طبعا هو اليربوع. رقم 48 ترسل العين رسائل إلى نقط عن طريق الأعصاب، المخ ولا الحبل الشوكي ولا الأعصاب؟ طبعا عن طريق رسائل إلى المخ. رقم 49 تستقبل الأعضاء الحسية كالأنف والأذن المعلومات من البيئة المحيطة وتحولها إلى صوت، عناصر غذائية، إشارات عصبية، طبعا وتحولها إلى إشارات عصبية. 50 خاصية صدى الصوت تعتمد على حاسة البصر ولا السمع ولا التذوق؟ طبعا بتعتمد على تعتمد على حاسة السمع. رقم 51 تحدد البومة موقع فريستها ليلا عن طريق السمع ولا البصر ولا الشم؟ طبعا عن طريق السمع. رقم 52 يقود سيف دراجته أثناء ذلك، سمع سيارة خلفه فابتعد حتى لا يصطدم بها. الجهاز الذي استقبل إشارة جعلت سيف يدرك ذلك هو الجهاز العصبي ولا التنفسي ولا الدوري؟ طبعا الجهاز العصبي. رقم 53 ما الذي يحمل رسالة من عينيك إلى مخك عندما ترى شيئا؟ العضلات ولا الأوردة ولا الأعصاب؟ طبعا الأعصاب. رقم 54 الطاقة نقط يؤثر على المستقبلات الحسية في العين مسببة للرؤية، الطاقة الصوتية ولا الحركية ولا الضوئية؟ طبعا الطاقة الضوئية. رقم 55 القدرة على لف الرأس في جميع الاتجاهات تتميز بها اليربوع ولا البومة ولا الدولفين؟ طبعا لف الرأس في جميع الاتجاهات طبعا تتميز به البومة. 56 أي من هذه التكيفات تمكن السمكة من العيش تحت الماء؟ الرئتان، الخياشيم، الجلد، طبعا الخياشيم. رقم 57 الخفاش هو حيوان ليلي ولا نهاري؟ والنضار، طبعا حيوان ليلي. السؤال الثاني ضع علامة الصح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. رقم 1 تمتلك بعض الحيوانات التي تعيش في المناطق الباردة أذنا طويلة تساعدها على الحفاظ على حرارة جسمها، العبارة خاطئة. رقم 2 الحبل الشوكي هو مركز التحكم الرئيسي للجسم، طبعا العبارة خاطئة. رقم 3 لون فراق الثعلب القطبي يعتبر تكيف تركيبي، بينما تغير لونه مع تغير الفصول يعتبر تكيف سلوكي، العبارة خاطئة. رقم 4 تستخدم حرباء النمر ذيلها لالتقاط الأشياء، العبارة صحيحة. رقم 5 يتحول الطعام من صورته المعقدة إلى البسيطة أثناء عملية الهضم، العبارة صحيح.
رقم 6، لحرباء النمر القدرة على التحكم في ألوان حراشيفها العبارة صحيحة. رقم 7، استراتيجية التخفي التي يستخدمها قرش الثور أثناء تسلله إلى الفريسة تسمى صدى الصوت العبارة خاطئة. رقم 8، يخزن المخ المعلومات في حال تعرض اليد لحرق ليذكر الشخص ببعاد يديه عندما يشعر بسخونة. العبارة طبعا ايه؟ صحيحة. رقم 9، يحصل جسمك على الطاقة من خلال العناصر الغذائية التي يستمدها من هضم الطعام. العبارة صحيحة. رقم 10، تستقبل الأعصاب المعلومات من الحواس وترسلها إلى المخ حتى ولو كان الشخص نائما. العبارة طبعا ايه؟ العبارة صحيحة. رقم 11، قال تستخلص البرمائيات الأكسجين من الماء عن طريق الرئتين. العبارة خاطئة. رقم 12، يوجد في أقدام اليربوع شعر يساعده على الإمساك بالرمال. العبارة صحيحة. رقم 13، حرائق الغابات والفيضانات تعتبر من الأنشطة البشرية التي تؤثر في النظام البيئي. العبارة خاطئة. رقم 14، يعمل الجهاز العصبي بشكل منفصل عن الحواس. العبارة خاطئة. رقم 15، دور المعدة في هضم الطعام يشبه دور الخلاط في المطبخ. العبارة صحيحة. رقم 16، في المناطق الحارة تخرج الحيوانات للبحث عن الطعام نهارا. العبارة خاطئة. رقم 17، قال لك قدرة قرش الثور على العرش على العيش والتكيف في الماء العذب يعتبر تكيف سلوكي. العبارة خاطئة. 18، تستطيع البرمائيات قد ضفادع أن تتنفس الأكسجين من الماء والهواء. العبارة صحيحة. رقم 19، تستطيع البومة لف رأسها في اتجاه واحد فقط. العبارة خاطئة طبعا في جميع الاتجاهات. رقم 20، يمر الطعام خلال الأمعاء الغليظة قبل وصوله إلى الأمعاء الدقيقة. العبارة خاطئة. رقم 21، يستطيع الكلب التعرف على صاحبه من خلال الرائحة. العبارة صحيحة. رقم 22، يعتبر حفر الحيوانات للخنادق تكيفا تركيبيا. العبارة خاطئة. رقم 23، تستخدم الخفافيش تحديد المواقع بالصدى لأنها ترى جيدا في الظلام. العبارة خاطئة. رقم 24، قال لنتنفس غاز الأكسجين في عملية الشهيق وينتج غاز ثاني أكسيد الكربون من عملية الزفير. العبارة صحيحة. رقم 25، حيوان النمس يصدر أصواتا مثل الصرصرة ليتواصل مع الآخرين. العبارة صحيحة. 26، يتحول سائل الطعام إلى عناصر غذائية في الأمعاء الغليظة. العبارة خاطئة. رقم 27، عندما يمشي شخص حاف القدمين على صخرة حادة فإن المخ هو آخر عضو يستجيب لهذه المعلومة. طبعا العبارة خاطئة. رقم 28، تنمو شجرة المنجروف في المياه المالحة وتتميز بجذورها القوية الطويلة التي تساعد على الصمود أمام الأمواج. العبارة صحيحة. رقم 29، تستخدم الحيوانات حواسها لتستقبل إشارات من البيئة. العبارة صحيحة. رقم 30، تساعد كثافة وراء الدب القطبي على التخفي بين الثلوج في القطب الشمالي. العبارة خاطئة. رقم 31، تعمل الأسنان واللسان على مزج الطعام وطحنه حتى يصبح طريا ولينا. العبارة صحيحة. رقم 32، تعتمد ثعالب الفنك على اللهف مثل الكلاب لإخفاء الأعداء. العبارة خاطئة. رقم 33، تمتلك حرباء النمر أقدام على شكل حرف الوي على شكل حرف الدبل. طبعا العبارة خاطئة. رقم 34، الجهاز الذي يسمح بعملية تبادل الغازات دفع الهواء داخل وخارج الجسم هو الجهاز الهضمي. طبعا العبارة خاطئة. رقم 35، قال عند الجري وبذل مجهود يقلل عدد مرات التنفس. العبارة خاطئة.
رقم 36، البرمائيات لديهم حساسية شديدة لآثار التلوث والفيروسات التي تنتقل عن طريق الماء والهواء. طبعا العبارة صحيحة. رقم 37، يزيد احتياج الإنسان إلى الأكسجين عند بذل المجهود. طبعا العبارة صحيحة. رقم 38، للإنسان دور سلبي على البيئة ولا يستطيع المساعدة على استعادة النظام البيئي. العبارة خاطئة. رقم 39، تنمو أشجار المنجروف في المياه العذبة. العبارة خاطئة. 40، يعد اليربوع المصري من البرمائيات. العبارة خاطئة. رقم 41، هناك تشابه بين عمل المخ والكمبيوتر. العبارة صحيحة. رقم 42، يختلف زمن الاستجابة بناء على نوع التحفيز. العبارة صحيحة. رقم 43، تستخدم الخفافيش حاسة الشم لتجنب الأخطار. العبارة خاطئة. رقم 44، يعمل كل عضو حسي من الجهاز العصبي ومفرده وبشكل مستقل عن المخ عندما يكون المخ مشغولا بأداء وظائف أخرى للجسم. طبعا العبارة خاطئة. رقم 45، تقوم الأعصاب بربط الأعضاء الحسية بالمخ. العبارة صحيحة. 46، قد يتغير لون الفراء لبعض الحيوانات بتغير فصول السنة. العبارة صحيحة. 47، الأعصاب الخاصة بالعين تتصل مباشرة بالمخ. العبارة صحيحة. 48، تنتهي الشعيبات الهوائية بالحويصلات الهوائية التي تنتقل الأكسجين منها إلى مجرى الدم. العبارة صحيحة. 49، ساعدت شكل أذن ثعلب الفنك والثعلب القطب على تقوية حاسة السمع. العبارة صحيحة. رقم 50، الأذان القصيرة للثعلب القطب تساعده على الدفء بينما الأذان الطويلة لثعلب الفنك تساعده على الحفاظ على برودة الجسم. طبعا برودة الجسم طبعا العبارة صحيحة. وبكده يا سنة رابعة وصلت معاكم لنهاية الفيديو. أتمنى تكون المراجعة عجبتكم. يا ريت تنسوش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد وتعملوا لايك للفيديو. وإن شاء الله هسيبلك رابط المذكرة في صندوق الوصف أسفل الفيديو، حملوها وذاكر منها وإن شاء الله لن يخرج عنها الامتحان. مع تمنياتي لكم بنجاح والتفوق إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.